مرحبا مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. هذا المباشر اللي غادي نقراو عليكم من خلاله البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني. جاء فيه: تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجاه غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 29,423 قرص من مخدر الإكستازي وريفوتريل. وقد أسفرت عملية البحث المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف 8 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في تهريب وترويج المؤثرات العقلية، بينما مكنت إجراءات التفتيش من حجز شحنة الأقراص المخدرة موزعة ما بين 3623 قرص من مخدر الإكستازي و 25,800 قرص من نوع ريفوتريل. كما تم العثور بحوزة المشتبه فيهم أيضا على أسلحة بيضاء وسيارة مكترات، فضلا عن مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. شكرا على تتبعكم هذا المباشر اللي من خلاله قلنا لكم كيف تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء اليوم 9 نوفمبر الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجاه غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. شكرا على تتبعكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم. وكيف كنقول لكم دائما، حنا باقين فايقين معكم، بقاو فايقين معنا.